مع ذلك الكرم والحفاوة وحدهما لا يكفيان، نحتاج إلى أن نرتقي أكثر بالتنظيم، لأنه لا يمكن من أي أبدا ناحية؟ من كل النواحي. يعني ما قدمناه، لوجستية؟ ما قدمناه نعم إذا ما أردنا أن نلحق بركب الدول المتقدمة، علينا أن ننظر إلى ما قدمناه أننا لم نقدم شيء، وبالتالي علينا مضاعفة الجهود والبحث عن منافذ تعين على إقامة كرنفالات، بطولات بشكل أعمق وأكبر، وفي بطولات أكثر أهمية من كأس الخليج. طيب.